السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم صحه واحوال جيده. كيف ما عودتكم دائما كنجيب لكم المعلومات والمواقع الموثوقه وكنشاركها معكم في القناه، ودائما المعلومات كتكون اما من خلال تجربه شخصيه ديالي او من خلال تجربه خاص كنعرفهم شخصيا. والفيديو ديال اليوم جبت لكم فيه شركه للتوظيف، وهذه الشركه هذه لا ربحيه، بمعنى انها ما كتخلصش منكم. تقع في مدينه كالغاري في مقاطعه البرتا في كندا، عندها اكثر من 16 سنه ديال الخبره في المجال، وعندها سمعه مزيانه ومعروفه. وهاد الشركه عباره عن وسيط لشركات وحدين اخرين كتبحث ليهم، كيكون عندهم خصاص في اليد العامله، وهما كيقلبوا ليهم على الناس اللي يجيوهم يخدموا عندهم، وكتقلب الناس على عقود عمل، وكتنشط في واحد مجموعه ديال المجالات كل ما له علاقه بصيانه السيارات، وكذلك سائقين الشاحنات، ميكانيكيين، كذلك قطاع البناء، بناؤون، صباغون، حداده، نجاره. بالنسبه لقطاع التجميل، حلاقين والحلاقات والناس اللي كيديروا الاستيتيك، خدمة المطاعم، طباخون، خبازون، والناس اللي كيديروا الباتيسري، هادو كلهم ناس اللي كيقلبوا عليهم باش انهم يجيبوهم يخدموا. وبالنسبة المهام اللي كتقوم بالشركة هي انها كتحاول تقلب على مترشحين يكونوا قادرين انهم يتكلموا باللغة الفرنسية والانجليزية، يعني يكونوا كيعرفوا يقراوها ويكتبوها ويهضروا بها، وكذلك يكونوا كيتقنوا المهنة ديالهم من اجل سد الخصاص اللي كيكونوا بعض الشركات في المقاطعات الناطقة باللغة الانجليزية كيكون عندهم خصاص كبير فيهم. وهاد الشركة هذه ديال كليربور كتعتبر شركة وسيطة ما بين الشركة المشغلة وما بين هاد الاشخاص اللي باغين يلقاو لهم عقود العمل، او لهاد الاشخاص اللي باغيين يجيبوهم يخدموا هنا في دولة كندا. تعرفوا على الشروط اللي خاصها تكون. اول حاجه خص يكون عندك شهاده في المجال، يعني المهن اللي ذكرتها كلها خص يكون عندهم ولا بد شهاده في المجال. خبره لا تقل عن سنتين مع الادلال بالدليل، بمعنى ضروري اول حاجه خص تكون عندك خبرة على الأقل سنتين في المجال اللي عندك فيه الشهادة ديالك. وبالنسبة للدليل كيقصدوا به زعما خص يكون عندك إما لاسانيساس، حيت هي اللي كتثبت الخبرة ديالك في هذاك المجال، أو مثلا حتى إلا ما كنتي ما عندكش لاسانيساس، لأن حنا عارفين ماشي كلشي كيكون مديكلاري به، ولكن على الأقل مثلا تكون كتخلص بالشيك واحد المبلغ شهري كيدوز عندك في الكونت، يعني ملي كتيري الغولفي كيبان ليهم بلي هاد الشخص هذا راه عنده واحد لو صالير كيدوز ليه في كل شهر، يعني هذا كيتثبت ويكون على الأقل مدة سنتين وهداك السالير كيدوز ليك. وكذلك كاين بعض الاشخاص اللي عندهم الشركه ديال المقاول الذاتي، حتى هذوك راه كيكونوا كيديكلاريو الشيفر دافير كل 3 اشهر، وبالتالي هذوك لي فاكتور حتى هما كيتعتبروا دي بروف بانهم كيخدموا، يعني على الاقل مده ديال سنتين خصو يكون عنده لي فاكتور. وجواز السفر اللي هو خص يكون فالابل على الاقل خص يكون عندك فيه سنتين، لان الكونتر دو ترافاي ملي كتحصلوا عليها كيتكون فيها غالبا كيتو فيها سنتين، وبالتالي الباسبور ديالك على الاقل خص يكون فيه سنتين باش حتى الفيزا يعطيوك فيها سنتين. ويفضل ان يكون عندك الباسبور باقي جديد، يعني مده الصلاحيه ديالو باقا فيه 5 سنوات كامله. وكذلك يكون عندك السيرة الذاتية، توجد السيفي ديالك يكون فورما كنديان، يعني كيحترم لي نورم كنديان، ويكون باللغة الإنجليزية. إضافة إلى ذلك ما فيها باش توجد حتى واحد اون ليتر دو موتيفاسيون تشرح فيها مثلا شنو كتعرف دير اللي أنت كديرها في المجال ديالك، كومسا باش حتى هما يتحفزوا أنهم يختاروا السيرة الذاتية ديالك ويحاولوا أنهم يديروا معاك مقابلة باش تدوز لونتروتيان. اللي عنده شي شواهد وحده اخرين، اللي عنده شي اتيستاسيون دو ترافاي، اتيستاسيون ديال شي لونغ ولا شي، حتى هي اضيفها مع الاوراق، كومسا غادي تزيد تعزز الملف ديالو والبروفيل ديالو غيكون غني اكثر. ندوزو نتعرفوا على الموقع ديال كليربور هكذا باش تعرفوا كيفاش ديروا تدفعوا ليهم ملي يحطوا عقود العمل في الموقع. الوغ باش تقدروا تكونيكتاو معاهم اولا باش تقدروا تواصلوا معاهم كتجيو الكونتاكت اس، وكتلقاو هنا لادريس ديالهم اللي جات في كالغاري، البرتا في كندا،
دايرين كذلك رقم الهاتف ديالهم اللي هو رقم حقيقي اللي يقدر اي واحد فيكم ياخذ النيمورو دو تليفون ويتصل الى بغاك عنده شي سؤال ولا شي حاجه. بالنسبه للو سي في ولا ليتر دو موتيفاسيون ديروها تسردوها لهذا البريد الالكتروني. ملي غادي يكون عندهم عرض عمل والسي في ديالك موال من العرض غادي يتصلوا بك شركه باش يديروا معك مقابله اوليه باش يشوفوك واش كتعرف تهضر وتتواصل باللغه الانجليزيه والفرنسيه، واذا قبلوك كيديروا معك مقابله ثانيه مع صاحب العمل او المسؤول ديال الموارد البشريه زي شخص مختص في المجال ديال العمل باش كيهضروا معاك وكيشوفوك واش داك المواصفات اللي كيقلبوا عليها في داك الشخص واش متوفره فيك، وممكن يبغيو يديروا لك حتى اختبار تطبيقي. راني دايره فيديو في القناه كنشرح فيه كيفاش تهيئ المقابله عن بعد، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، دخلوا تفرجوا فيه باش هكذا تستافدوا من المعلومات اللي ذكرت الا بغيتوا الا كنتوا غادي تدوزوا شي مقابله عن بعد. واذا تقبلتي صافي كيبداو معاك ديك الساعه الاجراءات بصفه مباشره. واللي كنبغي ناكد عليه هو ان هاد الشركه كليربور راه هما اللي كيقلبوا لك على خدمه وبدون مقابل، بحيث انك انت ما كتخلصش شي حاجه، صاحب الشركه هو اللي كيخلص جميع لي فري اللي كاينين من غير انك انت كتخلص ملي كتجي تحط له دوسي ديالك في الرباط، وكذلك تحط ملي كتجي دوز الفيزيت ميديكال هادشي اللي انت كتخلص، وصاحب العمل هو اللي كيخلص لك كلشي. وكاينين بعض الشركات كيخلصوا لك حتى التذكره ديال الطائره، وكذلك راه ملي كتوصل للمطار راه كيتسناوك وكيساعدوك انك تقلب على الكره وكيعاونوك انك توجد الاوراق ديالك، تفتح كونط بونكير او تصايب الناس الى غير ذلك. واحد المعلومه اضافيه نزيدها هو انه في القنصليه رجعوا كيلزموا انه خاصك تكون مدوز امتحان اللغه الفرنسيه تي سي اف، ضروري خصك تكون مدوز تي سي اف ويكون عندك على الاقل مستوى B2 يعني اكثر من المتوسط بشي شويه باش قدر الدوسي ديالك يتقبل. يعني الا درتي من جميع المراحل مع صاحب العمل وقبلك وكل شيء وبغيتي تمشي توجد تحط الدوسي ديالك في الرباط، راه اول حاجه خصك تكون مدوز امتحان ديال تي سي اف اللي الثمن ديالو ب 2700 درهم، ولا بد مؤخرا رجعوا كي اكزيجيوه ملي كثر عليهم الطلب ورجعوا كي يلقاو بعض الاحيان الناس كيجيو ما كتكونش عندهم لغه، وخصوصا هذا البرنامج هو برنامج موبيليتي فرانكوفون يعني خصهم الناس يكونوا ضروري كيهضروا باللغه الفرنسيه، يعني كيقلبوا على ناس يكونوا كيهضروا باللغه الفرنسيه ومع العلم انهم يمشيو يسكنوا في مقاطعات ناطقه باللغه الانجليزيه. حاولوا انكم تبقاو توجدوا تهيئوا راسكم ملي غادي تحطوا عروض العمل، غادي تجيو اباوت كليربور، غاتجيو كاريرز، هنا نورمالمون هنا كتلقاو كاينين كاع عروض العمل في هاد البلاصه هادي، كتلقاو جميع عروض العمل. الا كانوا حاطين عروض العمل راه كتبوستيلي لو سي في ديالك في البوست اللي انت كاين، ولكن حاليا كلشي موقف بخصوص فيزات ديال العمل بهاد الظروف اللي حنا كنمروا فيها، مسبقين غوغوبمون فاميليال، مسبقين لي ستوديون هما الاولى، يعني كل ما له علاقه بفيزات العمل اللي عاد غادي يحصلوا على عروض عمل كلشي محبسينه. ولكن الهدف من الفيديو هو انك توجد راسك باش يتوفروا فيك جميع الشروط وتاخذ بعين الاعتبار اخر التحديثات اللي كاينه، وخصوصا فيما يخص اللغه راه خصك توجد مزيان تي سي اف، حيت واخا تقلب على عرض عمل وتقنع المشغل وكل شيء راه غادي تجي حتى الاخر، وغادي في القنصليه الا ما كانش عندك تي سي اف راه ما غاديش ما غادي الدوسي ديالك يقبلوه. وكذلك بحرا باش توجدوا راسكم وتهيئوا راسكم من دابا الفوق باش تحسنوا من المستوى ديالكم اللغوي وكذلك المهني، مثلا اللي كيشوف راسو باقي ما عندوش الخبره في العمل ديالو يزيد يدوز الخبره، لان البروجي ديال الهجره راه ماشي كيجي ما بين ليله ونهار، لا الواحد كيبدا على تساع يقاد في وريقاتو كيهيئ راسو كيهيئ البروفيل ديالو، خصو يكون غني باش نهار يبغيو يدوزوا معاك المقابله كي تكون انت عارف جميع الشروط متوفره فيك فيما يخص الشهاده فيما يخص الخبره فيما يخص الدلائل اللي غيطلبوا منك فيما يخص اللغات. الى عندك نقص في اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه حاول انك تحسن من المستوى ديالك، حنا لان الاكثريه كيكون عنده المشكل في اللغه، حاولوا انكم تحسنوا من المستوى ديالكم وتجهزوا راسكم للهجره. وبالنسبه وكذلك راه كاين الفيسبوك ديالهم اللي بغى يدخل عندهم لاباج فيسبوك راه حتى هو كيحطوا فيه لي زوفر دو طرافاي، ملي كتكون عندهم شي اوفر ولا شي حاجه حتى هو كذلك يحطوا فيه،
وهادشي اللي كاين بخصوص الفيديو ديال اليوم. الى كنتي من اصحاب هاد المهن اللي ذكرت، حاول انك تبدا توجد راسك من دابا، اولا الا كتعرف شي شخص من اشخاص اللي قرابين ليك في المحيط، صحابك، عائلتك، خوتك، وعنده الحلم انه يهاجر دولة كندا ويجي ويخدم ويحصل على عرض عمل، حاول انك تبارطاجي معاه هاد لا فيديو باش يبدا يوجد راسه للهجرة من دابا ان شاء الله. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لي جيم، ولا عندكم شي كيسيون خليوها لي في لي كومونتير، وغادي نخلي لكم هذا الرابط ديال الموقع كليربور في صندوق الوصف باش تمشيو للموقع نيشان وتسردوا ليهم السيفي ديالكم ولا لتر دو موتيفاسيون، وكذلك تبقاو دائما حاضرين الموقع ملي يحطوا عروض العمل، وكذلك في الفيسبوك حاولوا انكم تدخلوا عندهم لاباج فيسبوك باش ملي يحطوا كذلك عروض العمل ويعلموا راه غادي تلقى. وفي جميع الاحوال الا كان السيفي ديالك راه هو موال لشي عرض من العروض اللي عندهم، راه هما غادي يسردوا لك ايميل وغادي يتواصلوا. واللي مازال ما تابوناش ما ينساش انه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات اللي دائما كنحط. واهم حاجه ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو، بارطاجيوها باش يوصل اكبر عدد ممكن من الاشخاص باش انه توصل لهم المعلومه. تهلاو لي فراسكم، باي باي.